السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين نتوما؟ اموركم كلها مزيانه؟ كنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم، كنتمنى تدخلوا عندي لاشين ديالي. المهم البنات، مشينا للموسم، موسم ديال القبيله ديالنا، وبغيتكم تدوزوا معايا باش تشوفوا كيفاش دازت المراحل. المهم البنات، هنا فقنا الصباح، يعني المهم حتى صلينا الفجر وصافي وشدينا الطريق. المهم هنايا البنات راكم غتعرفوا الدخله الناس ديال لاباط وديال كازا. المهم حتى نتوه، حيت كنمونطي في هذا الوقت. هنا الدخله البنات ديال لاباط كما قلت لكم، هانتوما كتشوفوا البنات. المحطه اللي غتولي ان شاء الله بلاصه القمره هي هذه البنات. هانتوما كتشوفوا الشكل والديكور كديره رائعه رائعه بزاف. نقية نقية. المهم انا كتعجبني الرباط حيت هي نقية بزاف على كازا. انا كنقولها دايما، هانتوما البنات شوفوا كيفاش دايره، هانتوما كلشي نقي نقي نقي. الدخله ما نقولكم، وحتى الداخل ديال الرباط كله نقي. المهم انا بغيت غنوريكم، صافي هي هذيك. هنايا البنات جينا هنايا الكاموني، يعني سيدي على البحراوي، بغينا نفطرو حيت ما خلينا غير قهوة كحلة. صافي وشدينا الطريق. صافي انا كتعجبني الفطور الصباح هنا، حيت كيكون فيها الفطور زوين، كيكون غزال، تكون حرشة المسمن. المهم انا من المعجبين ديال هاد البلاصة هادي، دايما الغدا ولا القهوة دايما كنجيو هنايا. كترشق لينا البنات بعد الخطا، كنشدو الطريق حتى لهنا كنتغدو ونرجعو. المهم هنا قلت لكم غنفطروا. المهم راكم عارفين كنمونطي في هذا الوقت راه فيه النعاس، ما عليناش. المهم حطينا هنا الفطور ديالنا. الحرشه والحرشه ديال البلبوله البنات انا كتعجبني، من المحبين ديالها. حتى شي نهار البنات وغنديرها ان شاء الله ونحطها لكم. هنا خدينا المسمن، انا ما خديتوش، خديت الحرشه واحد شنو خدا حنا غير كاسه ديال الناس. صافي هنا البنات شدينا الطريق. هنا صافي تقريبا وصلنا للعربيه ديالنا، زعما الباديه ديالنا. صافي بقينا غير فين غنوصلوا الموسم. غير كنوريكم البنات الارض والعائله، واحد فين حاط واحد فين باني. المهم هنا راه ميكنا عليهم ولزنا تتبعونا. صافي هذيك مشينا هنا البنات. هذه المهم هي ديال القبيله ديالنا، يعني قبيله يتعبو، الناس كتعرفها، معروفين الناس ديال القبيله ديالي يتعبو، ديال القبيله ديالنا، وهادو هما العائله. واحد المهم العائله كلها دايره هنا. صافي هنا البنات ما بقينا غير فين غنوصلو. بغيت نوريكم شويه العربيه وصافي، حيت كتعجبني انا العربيه ديالنا. زوينه ونقيه كلشي في ايامات ايامات الربيع، كي كتكون الدنيا زوينه بزاف هنا. ايوا صافي هنايا غادي، ما بقينا غير قلت لكم فين غنوصلو. انا بغيت غنوريكم وصافي باش تعرفوا الطريق و ايوا هادشي اللي كاين البنات. المهم هنا وصلنا للسوق، يعني سوق السبت. السوق السبت البنات كيعمر بالسبت، وكان عامر عامر عامر، ما قديش نشد الناس، الناس غاديين بزاف و خاصني لاكوبتر باش نصور من الفوق. صافي هنا البنات جينا لهاد البلاصه هنايا فين حاطين. جلسنا هنايا جلسه بلديه، هانتوما كتشوفوا البنات موزون وكاينه وحده ولكن عامره فيها الرجل، مقدرش نصور جالسين كلها عامره بموزون. المهم هنا البنات هنايا هنايا التبوريطه هنا، هادو المهم في هادشي كله. هنايا البنات هنا فين كيتبوضو، شوف ما شاء الله شحال ديال الخياله وشحال ديال الناس كتلعب هاد التبوريطه. كنحمد الله وكنشكرو من مشى علينا الوباء والناس رجعت بكثره. كان شحال هادي كان ما كيكونش الناس بزاف كيكون الموسم، ولكن كيكون كلش تبوريده بهاد الطريقه هادي، ولكن الناس تعطشات بزاف.
صافي هنايا البنات انا الخياله كيلعبوا وداك الشيء. المهم هنا غادي حيت مكيجبو حيت ركبها في الشركة مي جاب المهم التبريضة ديالو حيت هو الرئيس ديال المجموعة يعني مقدم كما كنقولو ضربو التبريضة مزيانة صافي من تما مي كيضربو التبريضة مزيانة حتى كيديرولهم القبالة والغياطة. المهم البنات بعد ما كملنا وداكشي أتاي والحلاوي وداكشي من بعد هنا تغدينا صافي هاديك وشدينا الطريق جينا دزنا واحد القهوه خدينا عصير وانتم كتشوفوا صافي جلسنا جلسه خفيفه ومن بعد شدنا الطريق لوجهه الى مدينه الدار البيضاء. وهذا الشيء اللي كاين البنات كنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم وكنتمنى تدخلوا